24 ساعه قبل انطلاق المباراه يصعد تتلقى دم وسيق حاضرين لهذه المواجهه العربيه. والله صحيح ماك تعرف ملي جينا العراق ما نعرف علاش ما عاملين قرينا معناتها الفريق المنافس بالباهي ان شاء الله معناتها نقفوا على كل كبيره وصغيره ان شاء الله كما تعرف معناتها محضرين تحضيرات باهيه ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نروحوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله لصفاقس. بون يظهر لي ما يخفى على حد يظهر لي عملنا تربص معناها باهي كسوسوا معناها في تونس ولا كي مشينا لعمان الحمد لله يظهر لي عباد معلق علينا امال كبيره ان شاء الله ما نخيبهمش. عندي ثقه في روحي في اصحابي ان شاء الله باش نكونوا حاضرين ان شاء الله لجور دو ماتش واهم حاجه الاجواء مريحه هون نزل معناها كما تخيلنا معناها اجواء باهيه ما علينا كان نكونوا حاضرين لجور جي وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله ربي وفقنا انا والوليد ان شاء الله. وي 48 avant le match nous entraînons bien tout se passe bien nous avons la confiance de nos supporters nous avons la confiance de notre staff technique nous aussi joueurs en tant que nous entre nous mêmes nous avons la confiance et je crois que tout va bien se passer بالطبيعة البارتي كل ما تقرب بارتي كل ما نكونوا حاضرين اكثر نتصور حضرنا رواحنا كما يلزم على جميع المستويات معناتها خذينا قاعدين لي متذوما ناخذوا على الطقس بالقدايه نترينيو في الوقت نتاع الماتش ان شاء الله ان شاء الله باش نشرفوا تونس ونشرفوا نادي صفاقسي وان شاء الله مربوحه ان شاء الله. ما هو رسالتكم لجمهور نادي صفاقسي اللي انتظارات كبيره خصوصا يعني في هذه البطوله العربيه؟ ولا ان شاء الله نحاولوا باش نقدموا اللي نجموا في البطوله هذه وعلاش لا نتحصلوا عليها ان شاء الله عندنا افكتيف باهي وجو باهي في الجروب ان شاء الله ربي معنا وان شاء الله نفرحوا صفاقسي الكل.